كل ما زادت الالكترونيجاتيفيتي بتجه داون فيلد للشمال. The more electronegative the element, the further down field attached the attached carbon. وهنا موضح انه في عنا كل ما اتجهنا بهذا الاتجاه باتجاه الصفر يعني increased shielding of electrons. فهنا في عندي الاب فيلد وفي هنا عندي الداون فيلد. التي ام اس تترا مثل سايلين قلنا دائما عند الزيرو. لو سألت مثلا عن البيك تبعت الاو اتش هون او الاتاش للاو اتش وهون في عندي سي اتش 3 اكيد لانه في عندي اكسجين كان في عندي الكترونيجاتيفيتي اعلى فكانت دي شيلدد اكثر من لما اتاشد للكربون. فالكيميكال شيفت تبع اللي اتاشد للكربون بيكون مثلا هون 3.5 بينما اللي اتاشد للاكسجين بيكون 4.5 ففي عندي اعلى لانه الاكسجين هاز هاير الكترونيجاتيفيتي. اوكي السولفنتس للان ام ار تترا تترا كلوروميثين سي سي ال 4 اور ديوتريوم سي دي سي ال 3 بالتالي لازم يكون السولفنت وذاوت هيدروجنز لانه كل هيدروجين اتوم لازم يكون فيه لها سيجنال. طيب كربون 13 it is much less sensitive than proton NMR and it has a larger range of chemical shifts making it more flexible for large or larger molecules. It is used to show the type and number of carbons in the sample. هون الكربون 13 NMR for ethanol solvent. لاحظوا وين كربون 1 هيها وكربون 2. لاحظوا التي ام اس الكيميكال شيفت تبعه زيرو. اوكي لو سالت هون ليش الكربون 1 هون والكربون 2 هون لانه الكربون 1 از اتاشد لاكسجين هيها مربوطه باكسجين والاكسجين از هايلي الكترونيجاتيف فهي اللي بتخلي الكربون رقم 1 هايلي دي شيلدد هون يعني بتخليها بهذا الاتجاه كتير بعيدة بتزيد الكيميكال شيفت تبعها بينما الكربون اللي هون بس مربوطة بالكربون بكربون C2 مربوطة بالC1 معنى الكلام انه C1 الالكترونيجاتيفيتي تبعتها اقل من الاكسجين وبالتالي بتوقع كربونة مربوطة بكربونة انه يكون الكيميكال شيفت تبعها قليل بينما كربونة مربوطة باكسجين الكيميكال شيفت تبعها بده يكون عالي. اكيد هون لانه الاكسجين موجود كتير عمل دي شيلدينج بينما هون ما في اكسجين موجود الكربونه هاي مربوطه بهيدروجينات وكربونه مربوطه بكربونه ثانيه. لاحظوا هون في عندنا مركب اللي هو ايثيل بنزين. لاحظوا في عندنا 3 بيكس الهيدروجينات اللي في الاروماتيك كتير اكثر نسبتهم من اللي في الـ CH2 من الـ CH3 عشان هيك لاحظوا السيجنالز اللي طلعت لهم الانتجرال تبعها عالي يعني نسبتهم هون مبينة للباقيين أعلى يعني كأنه الاريا أندر ذا كيرف يعني المساحة اللي تحت هدول البيكس أعلى من أي مساحة تانية. طيب طبعا الاروماتيك هون هايلي دي شيلدد السي 2 دي شيلدد اكثر من السي اتش 3 لان السي 2 او السي اتش 2 مربوطه ب اروماتيك فهذا برضه من الاشياء اللي بتشدها ومش يعني مش كربونه واحده اكثر من كربونه يا صحي مربوطه بكربونه واحده بس كل كربونه مربوطه بالثانيه فهدول بكولكتيفلي بيكون لهم الكترونيجاتيفيتي عاليه اكيد اكثر من بس لما يكون سي اتش 2 أو أكيد أكثر مما يكون كربونة واحدة عشان هيك السي اتش 3 مثلا مربوطة بكربونة فكانت أب فيلد السي اتش 2 من جهة كربون ومن جهة كربونات كتار فعشان هيك صارت دي شيلدد أكثر من السي اتش 3. كمان شغلة السي اتش 3 هون أوكي لأنهم ثلاث بروتونات طلعت السيجنال تبعتهم أطول فالمالتبليستي هون مبينة وهون طبعا تريبلت
هون كوارتت بس هي مش مبينة. لا ال CH2. طيب ان ام ار ان ميديسن الماجنتيك ريزونانس ايميجينج اللي هو الرنين المغناطيسي. It is a multidimensional NMR imaging technique used by medical practitioners for diagnosis diagnostic purposes of organs and tissues. It is non-invasive. طبعا هي عبارة عن تصوير بجهاز يحتوي على ماجنتس قوية جدا، كأنها بتاخد صور للجسم عشان نعرف إذا كان في عنا نزيف أو عنا كسر أو يعني إنه لأغراض تشخيصية في للعلاج. NMR doesn't use mass spec as a detector, while HPLC, GC and atomic absorption spectroscopy saw. طبعا رح نحكي لقدام إيش هم HPLC والGC وهدول، وقتها بتتوضح هاي المعلومة بشكل أكبر. Atomic absorption spectroscopy. Absorption spectroscopic method where radiation from a source is absorbed by non-excited atoms in the vapor state. هون بنشدد على non-excited atoms موجودة بأكثر من source. Non-excited atoms هم اللي بيمتصوا ال radiation لما بيكونوا في الحالة الغازية. It deals with absorption of a specific wavelength of radiation by neutral atoms in the ground state. يعني بتكون في عنا atoms في the ground state. The ground state زي ما قلنا هي الحالة الثابتة، الحالة الطبيعية للأتومز. يعني they are not excited، مش ممتصين أي نوع من الراديشن. هذا النوع من التكنيك is used for detecting metals and metalloids. يعني كأني أنا بدي أحسب نسبة المعادن حسب أنواعها طبعا، في الماء، في الأكل، في الفارماسيوتيكالز. البرنسبل هون uses basically the principle that free atoms gas generated in an atomizer can absorb radiation at specific frequency. يعني لما يتحولوا في الحالة الغازية هدول الفري اتومز رح يمتصوا جزء من الراديشن. الاتوميك ابزوربشن Atomic absorption spectroscopy quantifies the absorption of ground state atoms in the gaseous state. The atoms absorb ultraviolet or visible light and make transitions to high electronic energy levels. يعني لما أقول مثلا كيف الدرج مثلا بدايته ونهايته، بدايته تعتبر تحت، يعني تعتبر الground state. لما أي ذرة تمتص نوع من الراديشن فورا بيصير لها excitation. Excitation يعني تنتقل إلى level أعلى من الطاقة، كأنها بطلت على في أسفل الدرج صارت أعلى الدرج. هاي إحنا بنسميها الـ higher electronic energy levels. طيب قديش امتصت رح ترجع تعمل emission. emission معناها إشعاع، يعني كأنها أخذت الطاقة صحيح ووصلت للـ high energy levels، بس هي ما بتقدر تضلها هناك لأنه هاي مش طبيعتها. بدها ترجع نفس الكمية ونفس الفريكوانسي اوف لايت اللي امتصتها بدها ترد تعملها ايميشن. فاحنا بنعمل ديتكشن للايميشن، هذا الطاقه اللي انبعثت من هاي الذرات عندما رجعت من الهاي انرجي ليفلز للجراوند ستيت. تمام. ذا انلايت كونسنتريشن از ديتيرمند فروم ذا اماونت اوف ابزوربشن. يعني التركيز بقدر اعرف التركيز للماده اللي عندي من كميه الامتصاص. هذا البرنسبل اوف Atomic Absorption Spectroscopy. أوكي، أنا بحب أعرض هذا الفيديو بيوضح كتير عن Atomic Absorption Spectroscopy. كان موجود بالفيديو الماضي بس هون عشان مع الموضوع ظل الفكرة موجودة. Principle of Atomic Absorption Spectrometer. When the salt solution is put into the flame, first solvent is vaporized. The tiny particles of solute molecules are produced, which on further heating in the flame are converted into gaseous molecules. These molecules dissociate into atoms. Some of the atoms are excited. Unexcited atoms will absorb their characteristic radiations. AAS or atomic absorption spectrometer is concerned with this part of light, which is absorbed by the unexcited atoms present in the ground state. Okay. This هون بس بدي أركز على فكرة إنه
this part of light أكتر شيء بهمنا which is absorbed by the excited atoms present in the ground state. This absorption depends on number of unexcited atoms present and hence it is independent of the flame temperature. It is possible if the course of radiation is made up of same element which is going to be analyzed. For example, ماشي. هون في شغلة مهمة. لازم الراديشن أو مصدر الأشعة يكون من نفس المادة اللي أنا بدي أعملها analysis. يعني إذا أنا بدي أنا الميتالويد مثلا حديد اللي عندي، لازم المادة اللي حطيتها في الهالوجين لايت مع الهالوجين لايت لازم تعطيني، لازم تكون نفس المادة اللي أنا بدي أعملها analysis، لازم تكون تحتوي على الحديد. تمام؟ مثلا بدي للكلور أو بلاش كلور لأنه الميتالويدز، مثلا ألمينوم لازم تكون تحتوي على الألمينوم وهكذا. If the sample solution of sodium chloride is to be analyzed, source of radiation must be sodium vapors. So let's discuss about the brief overview of the process. The solvent is first evaporated, leaving finely divided solid particles. These solid particles move towards the flame where the gaseous atoms and ions are produced. Some of the ions absorb the energy from the flame and get excited to high energy levels. Remaining ions will be excited from the external source. So, the decrease in intensity of radiation is measured. Decrease in intensity of transmitted light is related to the concentration of the unexcited atoms. The absorption of radiation follows the Beer-Lambert's law. As each element absorbs the radiations of its own characteristic, therefore separate source of radiations is required. Log of IT by I0 is equals to KLN0, where I0 is the intensity of incident radiation and IT is the intensity of radiations transmitted. K is the characteristic constant, L is the path length of flame in centimeter, N0 is the number of atoms in the ground state. If you like this video, please click on the like button and also... Okay, هون بس بدي البرنسبل تبع الاتوميك ابسوربشن سبكتروسكوبي. هون السامبل هون بتتحول للغازيوس ستيت، بعدين بصير لها تدخل فليم او اللهب. هون لاحظوا في عندنا هولو كاثود لامب، انا يمكن حكيت هالوجين، هولو كاثود لامب اسمها، لازم هاي تكون تحتوي على الماده اللي انا بدي اعملها يعني بدي اعرف الكونسنتريشن تبعها. اذا كان مثلا زي المثال قالنا NaCl لازم تكون تحتوي على الصوديوم، اذا كان مثلا حديد لازم تحتوي على الحديد وهكذا. بعد هيك بصير في عندنا بتضربها الأشعة وبصير لها ديتكشن، طبعا باستخدام بريزمز بتختار لي الويف لينث اللي عملت له إيميشن، وبالتالي على الديتكتر بقدر إني أشوفها كدياجرام. طبعا الخطوات في الأتوميك أبزوربشن سبكتروسكوبي، أول شيء ليكويد أو ديزولف سامبلز are aspirated، يعني بناخده داخل الجهاز، بعدين بتحول لإيروسول، يعني زي المهم انه بتحول لمادة غازية او لغاز. بعد هيك بيصلهم spraying في الفليم او في منطقة فيها الفليم. بالفليم عادة بصير في عندنا اربع خطوات اللي هي dissolvation ازالة السولفنت، vaporization انهم يتاكدوا انه كله تحول للغازيوس ستيت حتى solid particles، بعدين atomization بنحول المولكيولز لفري اتومز، بعدين ionization اللي هي انه يتحول ل particular flame، atoms might be in part converted to gaseous and ions. فهدول الاربع خطوات في الفليم. هذا التبسيط لل العملية اللي بتصير. من هون السامبل تحول لغاز وبتم ضربها بلايت سورس من نفس نوعيتها، وبصير في عندي ديتكشن
الانرجي اللي امتصتها ورجعت عملت لها emission. آخر شيء الاسبكتروفلورومتري. الفلوريسنس property of atoms and molecules to absorb a light at particular wavelength followed by short-lived emission of light at a longer wavelength. يعني المواد اللي في لها فلوريسنس نوع من ال يعني بدي أقول الإضاءة اللي هي مواد المضيئة أو المشعة. And يعني لا أفضل إني أستخدم مشعة لأنه المواد المشعة معروفة، بس هي فلورو من المواد اللي بتعطي زي ما يشبه الضوء، يعني بتمتص الضوء بطول موجي قصير وبترجع بتعمل له إيميشن على بطول موجي أعلى. هلا distance between excitation and emission peaks is known as Stokes shifts. يعني هي بتكون في الجراوند ستيت وبتوصل ل excited state وبترجع بتعطي أو بتعمل emission للضوء اللي امتصته. أكثر شيء بيستخدموها للأوليف أويل، خليني أورجيكم كيف. أوكي، لما بنحكي عن الفلوريسنت ماتيريال زي هيك، لما تتعرض لليو في لايت أو نوع معين من اللايت بتعطي ضوء بذاتها، فهي بنقول هاي فلوريسنت. أوكي، هون بيوضح كيف إنه الفلوريسنت ماتيريال أول إشي هاي الإنكامينج لايت في الجراوند ستيت، المادة هون لما بتتعرض لهذا اللايت فورا بتمتص طول موجي معين. هذا الطول الموجي بعدين طبعا هذه الطاقة اللي امتصتها، بعدين لازم توصل للإكسايتد ستيت. لحظة هون، بس عملت vibrations يعني صار لها للمادة vibrations زي اهتزازات وظلت محتفظة بالطاقة. أوكي، أو بالأحرى نزلت شوي طاقتها بس ما عملت لها emission. لما وصلت للإكسايتد ستيت وقتها عملت emission. هذا الإيميشن هو اللي إحنا بنشوفه على شكل فلوريسنس، ضوء مشع. تمام؟ هلأ لما يحكوا لنا إنه الطول الموجي اللي امتصته قصير لأنه الإنرجي تبعته عالية، وطول الموجي اللي عملت له إيميشن عملت له إشعاع أطول، معناته الإنرجي تبعته أقل. Photometry consists of a light source. This is mercury vapor lamp, which gives a mixture of UV light and visible light. Then there is a collimating convex lens, which collects this light from the source. After that, there is excitation filter. This filter absorbs the visible light and only UV light is allowed to pass through the filter. Then there is focusing lens, which can allow the filtered radiation to focus on the sample cell. Sample cell contains the sample. Another lens is kept at the 90 degree to the incident light. This light contains both scattered UV light and emitted fluorescent light, which is filtered by emission filters. And finally, there is again a lens which can collect filtered emission and focuses it on the photocell or detector. Detector is used to measure the intensity of the emitted radiation. So let's discuss the working of this instrument. First of all, light source is started. And the light coming from the light source is mixture of UV and visible light, which is focused on the excitation filters, where all the visible lights are absorbed and only UV light is passing through the next lens, which focuses this beam onto the sample cell, which passes through the sample cell. Some of the lights from this source is absorbed and some of the light is transmitted. To distinguish between the transmitted light and emitted light, we measure the intensity at a 90 degree angle. This radiation may contain scattered UV light from the source. So, after the absorption of the UV light, electronic transition takes place. And when it comes back to the ground state, it emits the radiation or the emitted radiation from the sample. So, emission filter just filters the UV light and allows only the visible light to pass through. Then finally, there is a lens which can collect these radiation and allows to focus on detector. Detector generally measures the fluorescence of this sample. اوكي، هذا الابلكيشنز للفلوريمتري. الاورجانيك ان اورجانيك بايوكيميكال كومباوندز، برون وين كومبايند وذ بنزوين بيعطينا فلوريسنت ماتيريال، وبالتالي بنقدر نعرف الكونسنتريشن اوف برون في اي ماده.
aluminum, beryllium, zinc ions combine with 8 hydroxyquinoline والcomplex اللي ناتج fluorescent كمان. وبنقدر بهاي الطريقة نعرف الـ 8 hydroxyquinoline تركيزه أو حتى تركيز الميتالويدز. إحنا أصلاً نركز على الميتالويدز such as aluminum, beryllium and zinc. كمان application اللي هو نعرف كمية اليورانيوم في أي مادة، لأنه بنحط معه صوديوم فلورايد فبيعطونا مادة تشبه الجلاس وهي فلوريسنت. بهاي الطريقة بقدر إني أعرف من الـ intensity of glass قديش التركيز تبع اليورانيوم في العينة. Other applications إنه إحنا نقدر نعرف التركيز الثيامين اللي هو B1 فيتامين B1 مع إنه نون فلوريسنت، بإننا نعمل له أكسدة، والأكسيديشن أو أكسيدايز برودكتس أو فيتامين B1 are fluorescent، فبقدر من خلالها إني أعرف تركيز B1 in food samples. بعض الأروماتيك كومباوندز such as steroids والإنزيمز، هدول كمان بقدر إني أعرف تركيزهم بالفلوريمتري.